اموركم مزيانه؟ انتم على خير وبخير الحمد لله والشكر لله. هادي برزطات ليا راسي، غادي نقادها بحال هكا، مصوبه شعري وكان في صوبها كاع من نديرها، ولكن ضروره احكام. وقادها بعدا مزيانه، هادو زوينين، هادو كانوا تخرجوا ليا بزاف، ما بقيتش عاودت جبتهم لحقاش بقاش عندي الوقت هكاك باش نخرج ونتقداهم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم مزيانه، نتوما على خير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كنحاول باش ما بقاش نديرها، كيقولوا لي البنات صريحه وتبقاش تصفقي. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين هانا جمعت يدي، اموركم مزيانه، نتوما على خير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. انا صفقت شي حاجه اللي تكون لك في الدم ما تحيدهاش بين ليله ونهار. المهم البنات، اليوم فاتح ماي، كنت باغا ندي السلعه لماليها الامانه، الناس الفوج الثاني، هذا الفوج الاول، الفوج الاول هذا ها هو، الناس اللي باغا نصيفط لهم السلعه ديالهم الامانه. كنت باغا ندي السلعه الاخرى، الساعه اليوم فاتح ماي ما يكونوش خدامين ياك اليوم، ما يخدموش. المهم انا غاده المرجان، ياك مرجان تيكون واخا تيكون، انا غدا المرجان بغيت ناخذ تليفون البنات نصور به، وغادي نمشي نشوف، يعني نمشي نشوف شي تليفون هكا زوين لحقاش في التصوير يكون زوين، وهذا هذا ولا كيتبلوكا ليا بزاف بزاف بزاف. نمشي نشوف البنات شي تليفون بحال هكا، وهانتوما غنديكم معايا وبقاو معايا البنات. كما قلت لكم البنات، انا خارجه دابا باش نمشي المرجان ان شاء الله نشوف تليفون. كنت باغا ناخذ ايفون من شحال هادي، اللي معكزني على الايفون وهو داك الغلا ديالو اللي غالي. عيطت على خالتي داك النهار، قالت لي، قلت ليها راه بغيت ناخذ ايفون، حيت هي على حساب يعني خليوها تاخذ ايفون يعني بالكريدي. قالت لي سيري شوفي، سيري شوفي الايفون اللي غادي يعجبك وشوفي بعدا واش غتلقايه، وإلا لقيتيه عيطي عليا ديك الساعه نلحق عليك المرجان ونشوفوا الاجراءات وداك الشيء. هذا الشيء قالت لي هذه تقريبا واحد 15 يوم، ومع البيع ديال الجلالب ومع الجري ومع هذا ما لقيتش كيفاش ندير حتى نمشي المرجان. واليوم هذه الصبحيه قلت انا الا ما مشيت حيدت عليا هذا الصباح ما عمرني غادي نحيدو. وصافي وانا غادا البنات وغنديكم معايا ودوزوا معايا نهاري كيف ما هو. يلا الحباب، وشكرا على التعليقات ديالكم ديال البارح، التعليقات ديالكم البارح زعما نشطاتني، نشطات لي المنار. يلا بقاو معايا، انا رجعت معكم البنات. المهم كيف ما كتشوفوا موجده المقادير ورايا، هادشي على غفله، خدمه ديال على غفله. المهم البنات، مشيت المرجان الصباح وقالت لي السيده على تليفون خاص، عطاتني واحد الورقه جمعت لي فيها الوراق الدوسي زعما اللي خاصها تجمع خالتي باش الا بغات تمشي تهزو تديهم معاها. صافي جبت معايا ديك الوريقه، ميعادنا اثنين ولا ثلاث، المهم نشوف على حسب خالتي متى غتسالي باش نمشيو، حتى انا ما واقفاش عليه دابا. المهم عيطت لي واحد السيده بغات بلاطو ديال المملحات اللي فيهم لينيم، فيهم السيجار ديال الكفته، لينيم ديال الخوي دماغ، وفيهم دوك المسيم من بريستيج معمرين بالطون والخضره، فيهم فيهم الفرماج. المهم اربعه ولا خمسه الحوايج. المهم انا راه جمعت كلشي، عرفتو عيطت لي في المرجان ما حدي في المرجان، قلت انا غنجمع كلشي نتقدا، ما كانت عندي حتى حاجه. جبت الطون، جبت الدجاج، جبت الكفته، كان عندي هنايا الحوت ها هو، جبت هاد الشامبينيون نوار، الزيتون، طحنت الثومه. ها هي دائما الواحد هو اللي يجمع كل شيء المقادير عاد يبدا يعرف اشنو غادي يدير. طحنت خيزو والقرعه، طحنت البصله، ودابا غادي نديكم الكوز لهنا البوطه كوزينيير باش ان شاء الله غادي ندير هاد الكوموند هادي وغادي نشاركها معكم. ضروري انا اي كوموند جاتني كنشاركها معكم كيف ما ولفتوني. يلا بقاو معايا. المهم الناس غنبداو على بركه الله، بسم الله. هنا راه جيت بغيت ندير البصله، هي البصله هي الاولى، درت الثومه بقاو شي تويمات. المهم غندير الزيت البلديه،
هنا البنات غندير الزيت، القياس ديالي ديال الزيت البلديه. انا كنطيب غير بالزيت البلديه، كنطيبش المهم الاغلبيه كنطيب بالزيت البلديه. قاد لكم الكاميرا نقرب لكم، وسمحوا لي على هذا الصوت اللي كتسمعوا. حاجه برا غندير القياس ديال البصله. كما قلت لكم انا راه وجدت كاع المقادير ديالي اللي غندير، ها هو درت القياس ديال البصله. غنخلي البصله شويه تشحر، غادي ندير الثومه، القياس ديال الثومه، وغادي نخليهم يتشحروا. دابا البنات غادي نزيد الكفته. انا ما كنديرش العطريه من الاول، كنخليه يتشحر كلشي مع الثومه عاد باش كنبدا ندير العطريه. درت هكا الكفته، هادو السيجار ديال الكفته. البنات انا يعني على حسب الثمن ديال السيجار كيفاش كندير ليهم. بالنسبه للسيجار كاين اللي كنديرهم بحال هادو اللي غندير، ما غنديرش ليهم الفيرميسيل، هكا بالكفته والبصله والزيتون، ها هو ما غاديش ندير الفيرميسيل، كيجيو بنان. المهم اللي بغى الفيرميسيل يعني الثمن كيختلف. دابا هاد الكوموند البنات غير حيت لقيت راسي اليوم شي شويه عندي شي شويه القضيه مخوفه، داكشي علاش ما قلتش للبنت زعما شديت من عندها الكوموند. اما كون كان عندي يعني الناس بزاف يوم ما يمكنش ليا كيفاش نصاوب الكوموند ونهضر مع الناس يدخلوا عندي وندي عليهم جلاله وداكشي، فهمتوني؟ ايوا هادشي اللي كاين. كنبقى هكا حتى كتشحر مزيان عاد باش كندير العطريه. ودابا غادي نزيد الزيتون، قياس ديال الزيتون لان غنديرو في حاجه اخرى. الربيع ما غنديروش دابا حتى غادي حتى غنطفي على هاد الحشوه. غادي ندير دابا مليحه ما نكثرش، لان غندير صلصه الصوجه، غندير التحميره باش تجيني حمراء، غندير البزار، غندير صلصه الصوجه صافي، معلقه ما عامرهش ديال صلصه الصوجه على حسب الكميه اللي عندي. وغنزيد نشحر مزيان، كتجي بنينه هاد الحشوه ديال الكفته، كتجي بنينه في هذا. ونسيت ما قلتش لكم غادي ندير واحد شويه ديال العطريات اللحم، شوفوا قداش درت شويه ديال عطريات اللحم، عشويه كيبنن وما تكثروش باش ما يعطيكمش الريحه ديال عطريات اللحم. هاد الريحه طالقه زوينه البنات. بغيتو ديروهم بالفرماج خليهم تيبردو، حكوا الفرماج عليهم عاد بداو تعمروا البريوات ديالكم صافي. انا غادي نبقى هكا حتى غيتشحر مزيان، وغنديرو في الطغسيل يبرد، وغندوز باش نصاوب الحشوه الثانيه اللي هي الدجاج. حيت هكا بريوات الدجاج دابا هادو السيكار ديال الكفته، غندير دابا بريوات ديال الدجاج. مع سمعت صوتي ولا ثقيل؟ لاحظتي صوتي تبدل ياك؟ لا ماشي البرد، راه حيت قامت الهضره في التليفون، الهضره ديال التليفون البنات اللي كيعيطوا ليا الناس صافي. بقيت كنهضر تقال لي الصوت ديالي، كنحس الصوت ديالي ثقيل صافي. دابا هذا ها هو تشحر، غادي نطفي عليه وغادي نديرو قبل ما نطفي عليه بلاتي باش تبقاو معايا. ها هو صافي راه تشحر، انا غنطفي عليه غنمشي نجيب الربيع. ودابا البنات غندير الربيع، ها هو الربيع درتو صافي، وغادي نخلط. صافي هانتوما شوفو نقرب ليكم الحشوه، ها هي. ودابا البنات باش نصاوب الحشوه ديال الدجاج، ها هو غادي ناخذ، خديت نفس المقله درت الزيت البلديه، غادي ندير البصله، قياس ديال البصله، هنا عندي البريوات، غادي ندير الثومه
نخليهم حتى هما يتشحروا شويه العافيه. انا كنجهدها باش ما تطلقش ليا الماء، اصلا ما تطلقش ليا الماء والخضره ما تطلقش ليا الماء. ها هو خيزو، هاد خيزو ما غنديروش كله لحقاش غندير مسمن بريستيج، ما غاديش ندير خيزو كله. دابا غنشحر هادشي مزيان مزيان، تشحر البصله ونطلقوها البنات. دابا البصله البنات كتشحر، غادي نزيد خيزو، كياس ديال خيزو ما نكثرش. وغنشحر مزيان مزيان حتى خيزو البصله يتشحروا، يعني يدخل معاهم الطياب. دابا البنات شحرت خيزو مع البصله، غادي نزيد الدجاج وغنزيد هكا كنبدا نشحر حتى غادي يدخلوا طياب داك الدجاج. الدجاج راني مقطعه انا موالفه كنطحنو، ولكن دابا ما طحنتوش، بغيتو باش يبان الدجاج شديته قطعته مع طريفات صغيورين. انا اصلا انا خديته مقطع ايمانسي، ولكن دابا خديته خديته مقطع ايمانسي وزدتو دابا غسلته بالحامض والماء وقطعته طريفات صغيورين باش يجيني كيبان هكاك في البريوات. غنبقى هكاك عليه حتى يتشحر كلشي عاد ندير العطريه ونرجع معاكم. كيبان لكم البنات مزيان؟ واش كيبان لكم ولا لا؟ عرفتوا البنات علاش درت هاد العلقه هذه هنا؟ كون تشوفوني باش راس حازمه عزيز خاصني تنشري علاقه هذيك سيفوره تهرسات ليا، كنت كنحطكم هنا فهاد البلاصه كيجيكم قريب هادشي. ايوا صبروا معنا وصافي، صبروا معنا في هاد المحنه اللي حنا فيها وهاد الوقيته اللي حنا فيها. بزاف ديال الناس يقول لي صالحه توحشنا روتينات، وقيلت انا راني توحشتهم ولكن بالضروره في احكام. دابا ها هو تشحر، غادي ندير الملحه. ويلي تحرقت والله الا تحرقت بالله، تشوت ماشي عاد تحرقت. ها انتم البنات دابا غندير مليحه، كنحاول ما نكثرش الملحه، اللهم يجي مصوص ويجي مالح. غادي ندير سكينجبير شويه شويه من الحاجه، غادي ندير خرقوم عرق، غادي ندير الربيع ويلي البزار. انا خاصني نمشي نتفورماطا، خاصني نمشي نتفورماطا البنات. غنشحر مزيان، هو دابا راه تشحر مزيان. شوف ملي كتجهدوا العافيه ما كيطلقش الماء. صافي وغادي نجيب الربيع نديرو، بلاتي نجيب الربيع صغروف. اختي الربيع عافاك، تحرقت تحرقت، خاصني نجبد ديك ميبو من الثلاجه. غندير دابا الربيع، وصافي وها هو الحشوه البريوات ديال الدجاج وخيزو ها هي واجده حتى هي. غنطوي عليها ها هي، شوها كتجي بنينه 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 واحد البنه ما نعاودش ليكم. دابا غادي ندير ان شاء الله الحشوه ديال الانام ديال الفخوي دماغ، بقاو معايا. غنبداو البنات على بركه الله، ناخذ بعدا واحد شي حاجه هكا ندير بها. غادي نصاوب دابا البنات الحشوه ديال الانام، بعدا عاد نصاوب الحشوه ديال الخضره. هنا غادي ندير، درت هنا الزيت البلديه، غندير الثومه، قياس ديال الثومه شفتوا. غادي ندير الشامبينيون، هنا غندير ليها واحد الطريقه اخرى، الشامبينيون ابيض والشامبينيون كحل او الاسود ولي ما على كحل. هذا غادي نزيدو في الحشوه ديال هنا البنات. بالنسبه للحشوه ديال الانام غادي ندير اولا درت الثومه الزيت البلديه، هنا الشامبينيون ابيض الشامبينيون اسود،
راك كنصور وتقطع ليا ما عرفتش كي دارت تقطع التصوير. المهم البنات كنشحرهم مزيان مع الثومه والزيت البلديه يتشحروا باش كيجيو حتى ما ياخذوا حقهم من البنه. وغادي نزيد عليهم العصير ديال الحامض تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال الحامض. غادي نزيد عليهم القيمرون والكالامار وغنشحر مزيان مزيان نشحر. هنا بالنسبه للعطريه راه غادي ندير غير العطريه ديال الكروفيت والعطريه ديال البسطيله ديال الحوت، ما غاديش ندير العطريه ديال الدار بحال هكا داك سكينجبير ولا نخرقو مع عرق ولا هذا لا ولا البزار. لا غندير غير شويه البزار عفوا ولا شويه الهريسه اللي بغيت. غندير الملحه بسم الله. ديما ملي تكون عندكم حشوه قليله ردوا البال مع الملح. غادي ندير العطريه ديال البسطيله ها هي والعطريه ديال الكروفيت. العطريه ديال الكروفيت البنات بزاف كيسولوني عليها. تاخدي غير القشور ديال الكروفيت كرميهم في الفران وطحنيهم تيتنيلو ماشي شنو يتنيلو يتنيلو. صافي غنتسنى هادشي يتشحر غنزيد شويه ديال التحميره باش يجيني حمر يعطي داك الاحمرار ونزيد شويه ديال البزار اولا الهريسه. غندير التحميره وندير صلصه الصوجة. علاش قلت لكم البنات نقصوا من الملح لان صلصه الصوجة مالحه باش ما يجيكمش داكشي مالح. غندير بلاصه البزار غندير الهريسه. شوفوا شحال درت ديال الهريسه. صافي ونخلي هادشي كيطيب. عرفتوا على ريحه عاطيه واحد الريحه فنه خصوصا ان ديك العطريه اللي كتبيع ماما فنه. صافي نخليه يتشحر وينشف باش ما يكونش فيه الماء بزاف. ما خاصناش هكا يكون فيه الماء. حتى الا ما بغيتيش تسنايتين بغيتيش تسنايات تنشف ديريها في شبكه صفيها في شبكه وعاد تبداي تعمري البريوات ديالك ولا لينين ديالك. ودابا البنات غندير واحد الكميه ديال الفيرميسيل صافي كاخر مرحله. جربوا هذه الطريقه في لينين وردوا عليا الخبر وانا متاكده غادي يعجبوكم لان فعلا كيجيو كيحمقوا كيجيو زوينين. صافي دابا غادي نمشي ندير الربيع المرحله الاخيره. صافي وغنطفي وهذه هي الحشوه ديال لينين. غنخليها تبرد وغادي نجيب هذه الحشوه هذه ديال المسمن بريستيج معمر بالخضر وبالطون. بقاو معايا البنات. هنا البنات درت زيت البلديه درت البصله هذا خيزو القرعه خضراء ثومه والزيتون وغادي نشحرهم يتشحروا هما الاولين بلا عطريه بلا والو. هاد الخضره حتى هي ولا هاد الحشوه كتجي زوينه في المسمن كتجي رائعه ما تشبعوش منها البنات. البنات غادي نبدا ان شاء الله ندير في نعمر في لينين كما كتشوفوا هنا هاد الورقه هادي راه ديال الزيت. غتسولوني اما احسن غنقول لكم ديال البخار احسن كتكون زوينه ديال البخار.
هاي هذه هاد الورقة راه اصلا مزيتة، شفتو الا لاحظتو راه مزيتة. هنا غادي نحتاج غير 10، وغادي نشوف على حسب الحشوة واش غتبقى ليا شي حاجة. المهم غنعمر معكم واحد الكمية، شوفوا واش كتشوفوا. بسم الله، غادي ناخذ الجهه الحرشه من الفوق والجهه الملسه من التحت بحال هكا. بغيتو تدهنوا بالزبده دهنوا ماشي مشكل، غير انا حيت انا الورقه مزيته والحشوه عندي حتى هي فيها الزيت، غادي ندير بحال هكا. حاول انني هكا ملي نحطهم نبسطهم لان يبقاو هكا كيبانوا. شوفوا ها نقص الحشوه وغادي نبدا كنطوي طوي الجنيبات ونحافظ على ديك على شكل مستطيل، حافظ عليها تكون على شكل مستطيل، وكنقلب ونبسط ونقلب ونبسط. وغادي ناخد هاد الخليط ديال الدقيق والماء، بغيتو ديرو بالبيض ديرو، لكن نتو غديرو بالبيض بلا ما تخليهم في الفريغو، طيبهم ديك الساعة صافي. ها هي شفتو صافي، وغنبقى تنكملهم وحده اخرى البنات مع باش من نديركمش باش تشوفوا. ناخذ الثانيه بسم الله، هكا نبسط وكنحاول نجيب هاد الجنيبات هكا ونلوي ونقاد. هلاكا هاهما هلاكا، غنكملهم ونرجع معاكم. ودابا البنات غادي ندير هاد هاد السيجار ديال الكفته، غادي ناخذ واحد المعلقه. ودابا البنات غادي ندير السيجار ديال الكفته. هنا غادي ناخذ الورقه كيف ما قلت لكم، ديما الجهه الحرشه تكون هي الفوقانيه والجهه الرطبه تكون هي التحتانيه. غادي ندير القياس ديالي، نتمنى تكونوا كتشوفوا السيجار خاصهم يكونوا ملويين وطوال بحال هكا، بحال السيجار بحال الشكل ديال السيجار. شفتوا السيجار كيفاش خاصهم يكونوا؟ كنجمع بحال هكا وحده. انا راه هما درتهم حتى ديال السيجار درتهم، ولكن غادي ندير معكم السيجار تشوفوا نوريكم وحده. راني قبيله كنت كنصحاب راسي كنصور وانا ما كنصور والو، حقاش التليفون ولا كيعمر ليا. دابا غادي ناخذ باش نصاوب ليكم، نصاوب ليكم باش نصاوب هاد السيجار نديرها تشوفوا كيفاش كدير. المهم غندير الحشوه نعطيها واحد الشكل طولي، نعطيها شكل طولي كيف ما كتشوفوا ياك. وغادي نبدا نطوي هكا من الجناب، نخلي هاد الجناب يكونوا موازيين. وغادي نبدا كنلوي، انا كنلوي وانا كنكروس، انا كنلوي وانا كنكروس. شفتوا انا كنلوي وانا كنكروس. غادي هنا ندهن بالبيض والماء والدقيق، وانا كنلوي وانا كنكروس. شفتوا كيعطيني هذا الشكل هذا اللي كتشوف، هذا سيجار. ودابا البنات غادي ندير غندير البنات البريواس ديال الدجاج. هانتوما خديت خديت الورقه الكبيره قسمتها على جوج، وخديت هذاك النص اللي قسمته خديت وحده وطويتها كيف ما كتشوفوا هكا قدامكم. وغادي نبدا نحط
بسم الله. كتجي واعره هاد الحشوه ديال الدجاج، ما تشبعوش منها، كتجي رائعه رائعه رائعه. غادي نبدا كنطوي، بسم الله، كنطوي ونقاد هاد الجنب هذا، نقادو اللي هو غنطوي عليه، شفتو؟ كنقاد، كلا لقيتها معامرش كنعمرها، شفتو؟ كنعمرها ونضغط باش كيجي داك الشيء يعني بريوه، كتجي رشيقه بحال هكا، بحال هكا، شفتو؟ كنجي هنا وناخد اما البيض، اما حيت انا دهنتهم بالبيض هذوك الاولين، ماشي مشكل، لا ها نتوما دوك الاولين اللي دخلت الفران دهنتهم بالبيض، ها نتوما البنات باش كتجيني، كتجيني بريوه رشيقه بحال هكا، ها هي. وغنبقى غاده نكمل 10 البريوات ديالي على هذا المنوال، ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبدا ان شاء الله ندير مسمن بريستيج. وهنا البنات غادي نبدا كنصاوب في الرغيفات البريستيج هادو، خديت زلافة ديال الدقيق، شويه الملحه، معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الزبده، ودلكتهم هكا بالماء، جمعتهم بالماء ودلكتها مزيان وخليتها ترتاح، وقطعتهم قد هكا خاصهم يكونوا صافي. هنا خديت شويه الزبده مع شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نبدا كنسرح، غادي نسرح على شكل مسمن عادي، ماشي ملوي ولا زعما، يعني مسمن عادي داك المربع، غنخليها كنسرحو مزيان حتى يولي رقيق، حتى يولي تولي العجينه رقيقه وتبان ليا الرخامه، شفتو؟ كنحاول هكا كيفاش نرققها، وغندهنها وغادي نطويها عادي، ما حدي كنطوي وانا كندهن بالزبده والزيت، بغيتو ديروا على الزيت البلديه ديروا بحال هكا، بحال هكا، ونخليهم. البنات غادي نبدا كنصاوب في الرغيفات البريستيج، غادي نسرح مزيان هادو، ناخذ الاولى اللي درتها نسرحها مزيان مزيان. هادو واقيلا كنت شاركتهم معاكم البنات شي مره، الا ما نكذب، لا ما عقلت قلت شاركتهم معاكم، كيجيو مقرمشين هادو، كيجيو زوينين، كيجيو بحال العجينه، بحال ورقه، بحال مصوبه بالبروقه ديال البسطيله. غندير هنا الوسط، ندير واحد هذا، غنجيب هنا الوسط هنا بحال هكا، بحال هكا، وغنجيب الوسط وغندير زيتونه اللي غادي نورك بها بحال هكا. وهنا البنات بعد ما طابوا ليا المملحات ديالي، بالنسبه لهذوك البريوات دهنتهم بالبيض، بالبيضه كامله طربتها مزيان ودهنتهم، دهنت معاهم حتى هذوك لي سيغار ديال الفرماج، فباش ما يجينيش الفيديو طويل طويل بزاف، قلت انا لي سيغار ديال الفرماج راهم يعني كناخذ الفرماج كنشريه، الفرماج المالح ماشي مالح هكا، يعني كاين مسوس وكاين المالح، المالح هو العادي اللي كناكلو عادي، خديتو وهكا كلويت عليه الورقه ديال البسطيله، قطعته هكا طوال بحال الاقلام، غير هما الاقلام يكونوا شويه عراض على حساب هذاك السيجار، وصافي ولويتهم. راه كنت شاركته معكم في واحد الفيديو البنات قبل ما يدخل رمضان، وقيلا ولا دخل رمضان، يعني قلت بلا ما لا داعي باش انني نبقى نعاودو هذا. وهذه راه واحد الطلبيه اللي بغيت نشاركها معكم، هنا راه جابت لي السيده هذا البلاطو، شراته جديد وجابته ليا، قالت لي عافاك بغيتك تستفي ليا فيه المملحات هكا، قالت لي حطيهم ليا هكاك الوسط في هذا البلاطو، ودرت ليها هذوك لي سالاد اللي كتشوفوا، واخا ما قالتش لي الصراحه ديري لي سالاد، ولكن
نظرا للفهمات ديالي اللي كثيره بزاف، قلت انا اللهم نسرح لي صلاد نديرهم باش نحط عليهم هذوك المملحات، كيعطيو منظر زوين. وهذا وخديت هذيك الفليفلات المزيولات الحمرين، دوك العفريتات شفتوهم راهما، حطيتهم حتى هما. وجا واحد البلاطو، يا سلام يا سلام يا سلام، ديال تحميرة الوجه وديال العراضة وديال تعيطي على العزيز عليك وتحطيه ليه. فهنا واحد شويه بقيت مقلوبه لحقاش البلاطو واخا هكاك صغير على المملحات اللي درت، ولكن نجحت المهمه ونجحت وصدقت. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا البنات بلايكاتكم، مؤخرا ما بقاوش لايكات بزاف البنات، وحتى الفيديوهات ما بقاوش كيطلعوا بزاف. نتمنى انكم يعني الا جات على خاطركم، ولا بغيتو الا بغيتو ما بغيتوش ما كاين حتى شي مشكل، ما نبزش عليكم. لا ينوض ليا شي واحد يبقى يهضر من دوك الناس اللي على بالكم، راكم عارفين نتوما المتتبعات ديالي، راكم الخبر في راسكم. مره كينوضوا ليا شي ناس، الله يبعدهم علينا وصافي، الله يبعد عليكم وعلينا شر الخلق يا رب العالمين. والبلاطو ديالي جا على هذا الشكل. شكرا على المتابعه ديالكم، كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وديما الجديد معكم، وديما الخدمه، وديما الحماس، وديما الطاقه الايجابيه. وشكرا بزاف بزاف، ونتلاقى ان شاء الله معكم في الفيديو الجاي.